القصيدة هذه تخص شرد أمة معينة، يعني ما أبغى أتعمم على الجميع، ولكن رسالة ودي أوديها لهم ولم يعرف أن أغلبهم ما هم موجود اليوم. كبر فالزمان الله يجزاك عني كل خير، إن لولا خفايا ذهب الوقت وسراير زماني، ما فهمت الحياة ولا عرفت العدو من الصديق. لو صرفت الذهب واللؤلؤ والماس وانفقت المبالغ، ما قدرت اكتشف معشار ما سوف تكشف الظروف. ساعة البسط كنت عدت الاصحاب واغلط في عددهم، وارجع عد واغلط من جديد. بعضهم قلت ود هذا الانسان يفديني بروحه، ان شاء الله ما تجيني زحمه الا وهو مني قريب. والله اني شكرت الوقت لما كشفني عن قناعه، حصلته ما معه وجهين لكن مع عشرة وجوه. الصداقة مع هذا الجيل مثل السراب اللي بقيعه، ينكسر فيه نور الشمس ويظنها الظميان ماء. راعي العقل في هذا الزمن لا يثق فيكم مثوبه، وش يدري يمكن قطعة الثوب في يوم تخونه. قولة ما يجيكم باس والحمد لله على السلامة، ذيك الأيام عندي خير من بنده.